Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, وأخيرا تم الإعلان عن مباراة نزال كومارو أوسمان ضد كولبي كافينغتون. طبعا كنا عارفين أن المباراة هذه مباراة الثانية بينهم. المباراة الأولى صارت من سنتين وكان قدم فيها كومارو أوسمان أداء مبهر جدا، وكولبي كافينغتون رجال جامد وبينهم حقد وضغينة يعني تحس بيها. كولبي يكره كومارو أوسمان لأنه كومارو أوسمان كسر له فكه. طبعا قبل المباراة هذيك كان بينهم حقد وكلام رايح جاي، فالمباراة هاي حتكون من أحسن مباراة السنة. ونحن فكرنا آخر مرة كومارو أوسمان كسر فكه بالضربة القاضية كذي يعني. وحتكون في نوفمبر في لاس فيغاس في 268. في خبر آخر، كلنا عارفين المباراة بين كونر انتهت بانكسر رجله، فلما انكسرت رجله جو روغن خذ الوقت هذا وسوى معاه لقاء، فالجميع انتقدوه بسبب فعلته. الأسبوع الجاي مباراة شون مع يورايا هول، مباراة هاي بتكون يوم الأحد الجاي بتوقيت الإمارات.